لمزيد من المتابعة والتحليل معنا عبر الهاتف الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء. بعد التحية، يعني لكم دور كبير وجليل على مر السنين، يعني كان دور وطني في الحفاظ على أرض سيناء من أي فكر متطرف أو إرهابي أو أيضا محاولات تهجيرية قسرية للشعب الفلسطيني. هو طبعا لا شك انه ابناء سيناء بتوارث الولاء والانتماء جيلا بعد جيل. بعد نكسه 5 يونيو 67 وانتقال الثوره للضفه الغربيه لقناه السويس، لم يتواجد في سيناء الا ابناء سيناء وعناصر من رجال المخابرات الحربيه اللي حقيقه عملت خلايا عده سيناء. ويمكن ان حقيقه حتى جاء نصر اكتوبر العظيم، هذا النصر لابناء سيناء جزء اساسي منه. ثم حينما طلب من ابناء سيناء التحرك في محاربه قوى الشر لم يتاخروا ابدا، وابناء سيناء في اي وقت لم يتاخروا ابدا عن الدوله وخاصه القوات المسلحه. هنشوفنا حقيقه في التلاحم الحقيقي ما بين شباب سيناء وابناء سيناء مع قوات المسلحه والشرطه. سقط من ابناء سيناء بالاضافه للشهداء الشرطه والجيش 570 شهيد من ابناء سيناء في معركه الشرق. ولكن حقيقه الدوله مهتمه بسيناء، ويمكن حقيقه تكون الدوله تصرف ما يزيد على 650 مليار لسيناء. هذا معناته في اراده سياسيه لتنميه سيناء تنميه حقيقيه. ومن خلال شفته الكريم بوجه الشكر وتقديري للرئيس عبد الفتاح السيسي على موقفه الوطني والشريف فيما يخص القضيه الفلسطينيه، وشوف الشعب المصري وشباب مصر وجمعيات مصر تزاحمت تقديم المساعدات للاخوه الفلسطينيه. هذا شيء حقيقه، هذا حادث مصر، وهذه مصر دائما وقفت مع الشداد مع كل الدول العربيه وخاصه مع الاخوه الفلسطينيه من عام 48 ومصر وهي تدعم في القضيه الفلسطينيه. ويمكن موقف الرئيس الاخراني موقف مشرف مضاف للسجل المشرف لسيادته. يمكن يكون انه رفض فتح المعبر باتجاه واحد لادخال المصابين الاجانب الا بفتح افتح المعبر باتجاهين ودخول المعونات الفلسطينيه، وفعلا وصل لهذا. هذا دور كبير جدا. نحن حقيقه سيناء وارض سيناء ورمال سيناء تعطرت بدم الشهداء من شباب مصر. سيناء حقيقة لا تفريط بحبة رمل، أرض سيناء غالية علينا. ثم إنه لا يمكن أبدا أي عاقل ينظر إن القضية الفلسطينية تتفرغ زي ما حتى في سابقات 48 وبعد 48. الفلسطين للفلسطينية. بنتمنى من الله سبحانه وتعالى يرحم شهدائهم وأن يشفي مصابيهم، والرب سبحانه وتعالى يهون هذه الشدة على الشعب الفلسطيني. لأن هيجي المشاهد التلفزيون مآسي، وللأسف بعض الدول العظمى واللي بتتغنى بالديمقراطية والمش عارف إيه للاسف بتتفرج على شعب فلسطيني وهو مجزره بيموت. هذا اللي حقيقه الدور المصري دور مشرف، واحنا فخورين به بان الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مشرف لكل شباب مصر ولكل العائلات والشباب والشيوخ شمال سيناء. بالفعل، يعني كانت ايضا كلمه الدكتور مصطفى مدبولي بها الكثير من الرسائل الواضحه، ايضا دعا الى عوده اهالي سيناء الى قراهم مره اخرى، يعني في شمال سيناء بعد تطهيرها من الارهاب، كيف ترون ذلك؟ هو مجيء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والوزراء حقيقه النهارده كنا بننتظره من 3 ايام، لكن حقيقه جاء بمعلومات مهمه جدا وقال ان انا يعني بعلم سياده الرئيس ان هذه المشاريع تقام واعطى ارقام صحيحه ولف صحيحه السنوات الماضيه. ثم نحن عندنا قناعه كابناء سيناء ان منذ ان الرئيس عبد الفتاح السيسي متولى الحكم في العشر سنوات الماضيه، اول ما فكر في انهاء عزل سيناء من خلال الانفاق سواء في الاسماعيليه في بورسعيد في السويس حتى ينهي عزل شمال سيناء تماما او يعلن اعلان عدم عزل يعني عزل سيناء عن الوادي. الان في 5 دقائق او في ربع ساعه تعدي الضفه الغربيه او الشرقيه للانفاق، بعد ما كنا زمان بنقعد 5 ساعات في المعديه حتى نعبر الضفه الغربيه او الشرقيه. ثم انجازات تتوالى، انجاز بعد انجاز، عام بعد عام في الانجازات. الان عندنا السكه الحديد اللي حتمر على محافظه شمال سيناء وحتمر على المينا وتربط ميناء جنوب سيناء مع ميناء العريش. هذا شيء ممتاز جدا. ثم محطه تحرير البقر حتضخ ملايين الامتار وتعمل ملايين الأفدنة في وسط سيناء. هذا كله بالنادي بيه وكان حلم لينا كأبناء سيناء والآن بتحقر طبيعة. الدكتور مصطفى مدبولي حقيقة أدلى بالناس اللي عليها لها أرض، هيتبني لهم مباني وتتعمل تجمعات وفقا للنظم المعمول الجديدة، وحيكون فيها مدرسة زي ما اتعمل في قرية الجدي في محافظة في وسط سيناء أو في مركز الحسنة، بيت بدوي وفقا للعادات والتقاليد البدوية، وفيها مكان وفي محل ضيافة وكل هذا، وفي ملاعب كوره
وفي مسجد، يعني كل الخدمات فيه. هذا ما فهمناه من الدكتور مصطفى مدبولي، وهذا شيء جيد وشيء مرحب به. يعني الشيخ عبد الله جهامه، يعني الدكتور مصطفى مدبولي النهارده وجه بشكل واضح ان تنميه سيناء سوف تكون يعني الاولويه فيها لابناء سيناء، وسوف يتم التنميه بايدي ابنائها. هل انتم مستعدون لهذه التنميه؟ كل الاستعداد، زي ما ابناء سيناء شاركوا في حفر قناه السويس الثانيه، ابناء سيناء هيشاركوا في محاور التنميه كفتى. ابناء سيناء كان زمان بيتحكموا عليهم، بيقولوا انتوا هتحكموا له خليج مش قناه السويس، بيضحكوا عليكم ده مش عارف ايه. ولكن ابناء اصروا ان ثقتهم في الدوله وثقتهم في الجمهوريه ان قاده القناه ستكون حديث لها شان عظيم في مصر، وفعلا شاركوا بمعداتهم ايضا في شبكات الطرق معظم شركات ابناء سيناء، ايضا في المنشات والمباني الاوليه لابناء. لكن انا على كلام الدكتور مصطفى مدبولي هو كلام ممتاز، ان احنا بنرحب باي حد من مصر يجي. انا بقول سيناء دي ملك المصريين، سيناء قطبت عليها زهره شباب مصر، ما فيش محافظه اليوم مصابه او شهيد على ارض سيناء. انا الاوان ان يعودوا، لان عندنا ملايين الابدين محتاجه للزراعه، محتاجه خامات التعدين موجوده. يعني ايضا كل ابناء الوادي حتى يجوا لمصر، ودكتور مصطفى المدبولي يعني يخفض المجريات او يعمل بساط جذب لمواطن الدلتا حتى يجي لسيناء. بالفعل هي خطة تهدف إلى أن تكون سيناء معبر للعالم كله من حيث الاستثمار العالمي ومنطقة جذب للاستثمارات العالمية. أيضا كان هناك احنا مستبشرين خير صراحة، مش مجاملة ولا أكون في التلفزيون، لا احنا مستبشرين خير بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعرف كل كبيرة وصغيرة من خلال عمله السابق كمدير المخابرات ثم قائد عام القوات المسلحه والان رئيس الجمهوريه، وعارف سين وعارف كل المحافظات. يمكن احنا بنروح المحافظه الثانيه بنجد التنميه في كل المحافظات. احنا حقيقه وجه مصر تغير تماما في 10 سنوات. احنا الان كل دورنا وكل نقف خلف القياده السياسيه من اجل نعدي من محنه غزه ومحنه العدو الصهيوني هذا، وايضا استقرار الناس بالتالي بتقول في غلاء، الغلاء ده موجه عالميه على الكل، لكن بعزينا في هذه يا استاذ الفاضله، بعزينا ان في امن عندنا وعندنا استقرار امن. احنا بنأمن على اولادنا، بنأمن على عيالنا في المدارس، بنأمن على ممتلكاتنا، الامن. حينما نشوف الحرائق حوالينا للاسف في بعض الدول العربيه بالاضافه الى غزه، بنشوف حقيقه ان عندنا استقرار امني. هذا يفضل للقياده السياسيه وللقوات المسلحه والشرطه، اللي بنوجه لهم كل التحيه والتقدير. بالفعل يعني ايضا كان هناك اهتمام كبير توليه الدولة المصرية للاهتمام بالعنصر البشري، يعني المرحلة الماضية والسنوات الماضية كان بها الكثير من المشروعات التي تخدم المواطن السيناوي من مستشفيات ومدارس وايضا معاهد تعليمية. تمام. عندنا حقيقة جامعات، عندنا مدارس، عندنا محطات تحلية ثانوية، حقيقة عندنا كل السبل الحياة موجودة في شمال سيناء، إلا وسط سيناء اللي هو محتاج حقيقة الفكر الرئيس. وسط سيناء اللي هو حقيقة المركزية الحسن والنخل، محتاجة حقيقة الاهتمام والتنمية، ويمكن عندي أول حاجة هي خارج النظام، يمكن احنا كمجاهدين حاطين عناصر امتياز من الطبقة الأولى في مقاومة العدو الإسرائيلي بعد 5 يونيو 67 حتى 3 أكتوبر. الدولة أعطتنا نقطة امتياز من الطبقة الأولى، وللأسف كانت في الأعوام الماضية كان راتبنا الشهري 11 جنيه. وهذا معناته قتل الولاء والانتماء في نظر الشباب، الى ان جاء عبد الفتاح السيسي مدير المخابرات الحربيه وراجع ملفات المجاهدين اللي بتضمهم جمعيه مجاهدي سيناء، هذه الجمعيه فيها 957 بطل على مستوى الجمهوريه، وحقيقه حسن وضعهم الاقتصادي، الا انا بنطالب بالمزيد من السيد وزير الماليه، ونطالب ايضا من السيد وزير الدفاع اللي بنعزه وبنقدره ان يرفع هذه المخصصات الماليه، لان حقيقه المجاهدين يرفعوا على العناق، قاموا بدور كبير جدا. سواء في حرب اسرائيل او مع في حرب قوى الشرق، وهم وابنائهم واحفادهم. الان يعني كنت انا اكلم رئيس الوزراء وابعث له مذكره عشان يخصص قطعه ارض للمجاهدين، حينما الدوله تهتم بهؤلاء الابطال الذين قدموا حياتهم، هذا يرفع الولاء والانتماء في نظر الشباب. احنا حقيقه الشباب سيناء كل ولاء وانتماء، لكن عايزين هل المزيد والمزيد ان شاء الله. ان شاء الله اكيد المرحله القادمه ستشهد مشاريع تنمويه كثيره ومتنوعه كلها تخدم ابناء سيناء، وستكون بايديهم ايضا في اعمار وتنميه سيناء مره اخرى. الشيخ عبد الله جهامه رئيس جمعيه مجاهدي سيناء، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف.